طيب حضرات السادة المشاهدين، احنا هننتقل الآن على الهواء مباشرة لزميلي العزيز كريم بيبرس، موجود في قاعة المؤتمرات اللي بيقام فيها فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة. الكلمة إليك كريم. صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. ولسه مستمرين في متابعتنا لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. الحقيقة يمكن النهاردة يوم مختلفة ومتنوع، دايما اتناقشنا المواضيع اللي فاتت في الورش التحضيرية أو الورش الأساسية اللي حضرناها عن ما بعد جائحة كورونا وعن أكيد التنمية المستدامة، ولكن يمكن النهاردة كمان هنتكلم عن نقط مهمة جدا جدا وهي فكرة الفن والإبداع. النهاردة هيكون في عدد كبير من الورش في مختلف القاعات اللي موجوده في مركز المؤتمرات، ولكن النهارده القائمين على المنتدى ناخدها في زاويه جديده ومختلفه وهو الابداع والفن في زمن الكورونا وما بعد كورونا، خصوصا انه المسرح الكبير الحقيقه اللي تم عرض فيه مسرحيه خاصه بزمن كورونا يمكن ده جزء من او بدايه البذره الخاصه في الندوه النهارده وهي الابداع والفن. كمان نتكلم على فكرة أنه العالم كله تغير بعد كورونا، والحقيقة أنه كمان الإنسانيات المختلفة والتعاملات الإنسانية المختلفة ما بين الناس أكيد تغيرت ومحتاجة أنه يتسلط عليها الضوء بطريقة مبدعة وبزوايا مختلفة ومتنوعة أكيد تحت مظلة جائحة كورونا أو ما بعد جائحة كورونا. دي نقطة. نقطة كمان هامة جدا، إحنا بنتكلم دايما على التحول الرقمي وديجيتاليزيشن بشكل عام. في النهاردة كمان ورشة مهمة جدا وهي اسمها هاكاثون، وهي يعني باختصار او ممكن نقول ان هي كلمتين مع بعض دمجناهم مع بعض، واللي هي هاك وماراثون مع بعض. الحقيقه ان هو سباق حول التطور التكنولوجي وسباق بين الكمبيوترز والمبرمجين الكمبيوتر المختلفين ان هم يقدروا يوصلوا لسبل جديده واساليب متطوره جديده في التعامل بشكل عام في كل حياتنا اليوميه. هيبقى في يعني الحقيقه انه هاكاثون ده مش مسمى جديد ولا حاجه، ولكن المختلف في المره دي انه هيبقى في ندوه خاصه داخل المنتدى، وكمان هيكون في نقاشات من مختلف الثقافات حول هذا الموضوع. الحقيقه انه كمان في وفود لما اتكلمت معاها كانت جايه مخصوص علشان الندوه دي، وبتكلموا على ابداعاتهم المختلفه، وكان عندهم امل كبير انه الابداعات والافكار بتاعتهم دي يتخذ بيها كتوصيات بعد كده ويتم بالفعل دعمهم لتنفيذ هذه الافكار. في ميزه كويسه جدا في المنتدى المره دي ان احنا بنتكلم على رياده الاعمال، اذا رياده الاعمال هتبقى فكره موجوده مطروحه عشان هي بتاثر على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي. لو دمجناها كمان بالنهارده الندوه خاصة بالهاكاثون وهي فكرة الكمبيوتر ومبرمجين الكمبيوتر واختراع الأفكار الجديدة الخاصة بالبرمجة، يقدروا أن هم يطلعوا الأفكار دي ويقدروا أن هم ينفذوها بالفعل على أرض الواقع. يمكن كمان مهم جدا هي وجود الرموز بقى السياسية والرموز الفنية اللي هيكونوا حاضرين النهاردة، هيكون ليهم دور مهم جدا جدا في دعم الأفكار دي، فهيبقى الفكرة موجودة وطريقة تنفيذها موجودة وكمان التسويق الخاص بالفكرة موجودة، ومش بس كده ده كل ده هيكون عن طريق الشباب اللي هيكونوا مشاركين. يمكن احنا كنا بنتكلم كمان خلال الفترة الايام اللي فاتت دي على فكرة الرابطس وفكرة التعقيمات اللي موجودة هنا في منتدى شباب العالم. يمكن انا قابلت فعلا الرابطس اللي موجودة زومبا وإيمي واتكلمت معهم بالفعل، وهم عندهم القدرة حقيقي ان هم يتواصلوا معاك، ولكن طبعا في حدود الاجراءات الاحترازيه ان انت ممكن تقدر تسالهم بشكل مباشر عن درجه حرارتك. ممكن كمان هم او مجرد ما بتوجه في وشهم يقدر يعمل سكان لوشك ويقول لك من فضلك ارتدي الماسك الخاص بالحمايه من انتشار فيروس كورونا. دي حقيقه نقطه. النقطه الثانيه انه في بعض الروبوتات دي هي طبعا صناعه محليه، ولكن في كمان صناعات اجنبيه. هي الميزه الحقيقه في الروبوتات الصناعه المحليه النهارده نقدر ندمجها كمان بالورشة الخاصة بمبرمجين الكمبيوتر المختلفة والذكاء الاصطناعي، وكمان هيكون في لقاءات مع الشباب اللي هيشاركوا في الندوة دي. على مدار بقى اليوم أكيد في يوميا في حفلات بيتم عرضها في المسرح الكبير. كمان النهاردة هيكون في حفل موجود من الساعة 8 تقريبا للساعة 10، وعلى مدار الأيام الجاية يمكن بكرة كمان، وهيكون في حفلة خاصة جدا في
المسرح الكبير. لو اتكلمنا كمان على بقى فكره مشاركه الوفود الاجنبيه ونقاشهم مع بعض وتبادل الافكار والثقافات، الحقيقه ان احنا لما اتكلمنا معاهم كانوا اكتر حاجه بيتكلموا فيها فكره الانسانيه. الحقيقه ان هم كانوا بيتكلموا انه مهما الدنيا اختلفت ومهما كان في اختلافات ثقافات واختلافات افكار، ولكن هم كمان كانوا بياكدوا انه برغم الاختلافات ده ولكن لسه ما زال هناك ارض وسط، وهناك بالفعل حاجات كومن ما بينهم يقدروا يتواصلوا بيها ويعرضوا افكارهم بيها وبيتعلموا من بعض الحقيقه عن طريق ان هم يتقابلوا في منتدى شباب العالم. ويمكن كمان في اصداء واراء كتيره جدا سمعناها امبارح اكيد من رؤساء العالم حول منتدى شباب العالم. ما زالت الاصداء دي الحقيقه مش بتاثر بس بره، كمان بتاثر جوه الحقيقه، ان الوفود الاجنبيه دي بعد ما شافت الكلام ده وتعاملوا مع المصريين وتواصلوا مع بعض، الحقيقه انه كان في جولات سياحيه يمكن اوقات بالليل بينزلوا يتحركوا في الاسواق السياحيه الخاصه بشرم الشيخ، ابتدوا يتحركوا على هناك وابدوا اعجابهم بطريقه مهمه جدا وكبيره جدا جدا لشرم الشيخ، وده جزء مهم جدا لاهالي شرم الشيخ على فكره عوده السياحه مره اخرى مره ثانيه للاهالي، لانه دي عامل اساسي لاهالي شرم الشيخ هنا. كمان هنا من المنتدى يمكن خلال اليومين اللي فاتوا وخلال متابعتنا للمنتدى، الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر ان هو يقوم بجوله داخل المركز المؤتمر وعدى على القاعات الموجوده، وكان فيه يمكن تواصل ولقاءات بينه وبين الشباب، يمكن كان بيعدي وكان الحقيقه فيه تحيات كبيره جدا من الشباب للرئيس وهو بيعدي، وده احنا حضرناها بنفسنا. ولما اتكلمت مع الوفود الاجنبيه عن فكره انه فعلا رئيس الجمهوريه بيقدر يعدي وسطيكوا ويتكلم ويقدر يشاور ويسمع ليكوا، الحقيقه كان فيه ناس منهم منبهره جدا من فكره انه قيادات الدوله بنفسها قادره تنزل وتتكلم مع الشباب وتسمع منها وتسمع افكارها وتتواصل معها. في ناس كتير جدا الحقيقه اتكلمت معاهم كانوا بيقولوا ان هم ما بيشوفوش ده بره ولا بيشوفوه خالص في بلادهم، فدي كانت برضو نقطه مهمه جدا. على هامش كمان المنتدى يمكن في عدد من المتاحف والمعارض اللي اكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح افتتحها، ولكن احنا كمان بقى لما اتكلمنا معاهم هنا في المنتدى الحقيقه كان ليهم دايما زوايا خاصه وزوايا مختلفه. الجزء الخاص بمعارض الحرفيه الخاصه بسينا، لما بنتكلم على تنميه سينا دي جزء مهم جدا. لما اتكلمت معاهم السيدات اللي موجوده بيشتغلوا الحاجات الحرفية من شنط من طبعا حاجات سينوية أصيلة، كانوا بيتكلموا على أهمية وجودهم في المنتدى وإن هم كانوا نفسهم يروحوا العالم لكن العالم جه لحد عندهم، يمكن ده كده بريف معين عن المنتدى خلال الأيام اللي جاية الأيام اللي فاتت والنهاردة. والآن عودة لكم مرة تانية، شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم بيبرس، كنت معنا من مركز المؤتمرات بشرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.